جينا اليوم باش نددوا بالوضع الكارثي اللي راه صاري في مستشفى زرداني صالح بعين البيضاء. حنا كنشطاء دونا الصور والكارثية تاع الكلاب المتشردة أكرمكم الله، وبعد تدخل الوالي شخصيا أعطى تعليمات للمسؤولين والمدير على جهاز السكانر وأعطى أجل لمدة 15 يوم، وتعليمة الوالي ذهبت عرض الحائط. وبعد تدخلنا والاستفسار على هذا الجهاز تم بصحيح العبارة من طرف المدير شخصيا وكل المسؤولين، روحوا دزوا معاهم. أنا نتسائل وين راحوا النوائب، عفوا النواب اللي لازم يكونوا هما اللي في هذا الوقت الوقفة هذه اللي راهم يمثلوا هذه المدينة هذه. الوضع الكارثي اللي وصلت ليه لهذه المدينة هذه المغبونة، هذه المدينة المسكينة التي تعاني وراهي في الحضيض على كل المستويات. حنا نتسائل وين راحوا النواب هذم، والناس راهي تعرف واش هو. لو كان طلع السبيطار هذا راهي كارثة، كارثة راهي لا لزمة لها. أنا اليوم أنا عندي مرتي من البارح هي تطايش في السبيطار، واحد اللي حاب يقنعني وواحد اللي حاب يهضر معايا. الطبيب اللي نوصل عنده يمشيني يقول يا وجاي الطبيب، هذا الطبيب هذا باش يدير عملية للمرأة تاعي أنا تاعت كسرت رجلها. اليوم أنا ما لقيتش روحي، يباتوا فيا البريفي أنا راح ندير براسي ب 15 مليون ولا 20 مليون، أنا ندي فيه 500 ألف. أنا نخدم شبكة، الجماعة كلها راهي تعرفني نخدم ب 500 ألف، يبات فيا أنا البريفي نخدم ب 15 مليون والمرأة راح يخرجوها لي. وأنا مدير الصحة هذا لا كان لا فيها لا مدير ولا والو، الفرام لا يبز نسوف بالدواوات، الناس الكل قاعدة تروي هنا في السبيطار هذا. محاربة الذات بآلة جاية من الجزائر لهنا العين البيضاء من إسطاليا، عليها 140 برية للرياس وللوزارة بشهود حية. حنا السؤال الواحد نوجهه لأعلى سلطة في الدولة كمواطن جزائري أنا، على سكانر عند البريفي يعيش 10 سنوات و15 سنة و20 سنة وفي السبيطار ما يعيشش عام. والسلام عليكم. أحسن سؤال. داري ناشط حقوقي أتحدث على سبيطار زرداني صالح، أتكلم على السكانر اللي راهو حابس ديما ما كانش، ديما ما عندناش، ديما كلمة ما كانش هذيك كرهناها شبعنا منها. تجي يضربوا لك البرا، يضربوا لك باش يضربوا لك سليم ودروج يضرب لك فلاسيبو. ديما بلاصيبو، ديما البرا تاع الماء كاينه فيها بركه. انا حاجه واحده نقولها وما نزيدش، نحن خلايا نحلم في جحر عنكبوت. اولا نشكر قناه الشروق اللي هي دائما في قلب الحدث. نحن هنا في هذا الوقفه الاحتجاجيه امام مستشفى صالح زرداني، هذا المستشفى الكارثي اللي اصبح مقبره للمرضى. عاد المريض كي يدخل لهنا يخرج وكانه كان في مقبره ماهوش في مستشفى. حنا عندنا هذا السكانر هذا اللي هو مسمي باللي عندنا برك في المستشفى، بصح هو في الواقع ما عندناش هذا السكانر هذا. المريض هنا في المستشفى تهزوا المستشفى تديه للعياده الخاصه باش يدير السكانر في العياده الخاصه بمبلغ 8000 دينار جزائري. هل هذا المريض هذا يقدر باش يخلص 8000 دينار؟ ما عندوش. سيد الوالي جاء عطى تعليمه في مدة 15 يوم باش هذا السكانر هذا يكون في إطار الشغل، لكنه ما كانش. انه كلمة سيد الوالي المسؤول الاول في الولاية ضربت عرض الحائط. راني 32 سنة خدمة لهنا في الاوبيتال هذا، جامي شت كارثة كما العميل هذا. راهي شوف عندنا سكانر راهو حابس، جا الوالي لهنا عطاهم 10 ايام في يديهم، اليوم ما كانش. احنا عندنا ممرضين راهو لهنا اللي يجي يدخل هنا يقولوا دير بينو على برا، سكانر على برا، ليكوغرافي على برا، ما فهمناش من واش الكارثه هذه جات. الدواوات ما كانش، بكل صراحه راهو الجليكوزي صاري كما نقولوا بالعاميه تاعنا، يجيك مريض ما تلقاش راح دير له. لهنا كاين ممرضين كي مش قاعد ندافع عليهم، كي ممرضين دركا ويجيك واحد يجيب لك مريض تولي تخابط مع الشعب. علاش؟ ما كانش الدواوات خلاص، بكل صراحه راه ما كان والو. تطلع الميديسين انتر تلقى الناس كيسموت، واحد بكلاويه واحد بقلبه، باش دير الصالي راه ما كانش، باش تهبط له لاكليسيمي تاعه ولا ترقل له الطيار تاعه باش تنقذ المريض، رانا ما عندناش باش ننقذه. كاينه نقطه مهمه، هذا المستشفى هذا وصل للوضع كارثي. اصبح المريض كي يدخل يخرج مريض اكثر واكثر، يخرج مريض بحاله، يخرج مصاب بحاله نفسيه، يخرج مقلق متوتر، يخرج في احباط. الفقير ما يموت هنا في هذا المستشفى هذا، ما عندوش مكان، خاصه الفقير
ما ننكروش باللي كاين بعض اخواننا هنا الممرضين، بعض اخواننا الممرضين والاطباء متضامنين مع هذا الوقفه هذه، وما نحرجوهمش بارك الله فيهم، يكفينا منهم انهم ارسلوا لنا كلمه تأييد. والله التبزنيس راه خالق هنا في عين البيضاء، ما عندناش الطبيب. الطبيب انا هدرت مع الطبيب داير رجله على رجله، قال لي شوف شوف كيفاش تدبر على روحك. منين راح ندبر انا على روحي؟ هنا تقريبا راهو الباراسيون راهو ب 15 مليون. بكل صراحه معالي الوزير يجي يهز الغربال ويصفي الاداره هذه، راهي ما كانش الاداره، راهو يجيب لك واحد موش ديبلومي حاكم الاداره. انا حرت انا كيفاش واحد تلقاه هذا ماغازيني ولا تلقاه سباخ حاكم لي الاداره يقول لك راني مدير منابه، هو حتى الستاج ما دارش ما قراش، والناس اللي قرات راهي تطايش. حاولنا الاتصال بمدير مؤسسه الاستشفائيه زرداني من اجل نقل انشغالات المواطنين والرد والتوضيح عنها، الى اننا لم نتمكن من ذلك، لتبقى انشغالات المواطنين واسئلتهم مطروحه الى غايه الاجابه عنها. من امام مؤسسه الاستشفائيه زرداني بعين البيضاء، كان معكم عبود زروقي لقناه الشروق الاخباريه.